تشوف حسشتنا لهذا اليوم تقول أبو سعد الرجال 60 العمر بس مو جاد، صايم مصلي خاف الله، فكان موظف قضى كل عمره يخدم بهالدولة. وبذاك الوقت أبو سعد كان شاهد عيان على هواية حالات رشاوي صارت بين الموظفين وبدوائر الدولة. مرت السنوات وأبو سعد طقت روحه من اللي يصير بالدوائر اللي كان يداوم بيها. راحت أيام، إجت أيام، أبو سعد طلع تقاعد بعد أكثر من 35 سنة من الخدمة، وصار راتبه 400,000 دينار كراتب تقاعدي. من بعد شهر ما كان قاعد بالبيت، لا شغل لا عمل، يفتر وراهم بالبيت، مرة يطفي البلاك سويتش، مرة القلوب، بيقول لهم ليش شغلون سوالف زايدة وما لها داعي، وهكذا. قبض أول راتب اجت أم سعد قالت له ترى أبو الأسواق يطلبنا 100,000، أعطيني إياهن خلي أدزهن إلى بيت سعد. أبو سعد طلع الراتب حسب 100,000 انطاها الأم سعد. الظهرية أخذ له غفة، العصر قعد شاف سعد قال له ها يابا وديت الفلوس لأبو الأسواق؟ قال له إي بابا وديت له 75,000. أم سعد دنقت وأبو سعد غلس ما راد يحرجها، شرب استكانة شاي وطلع دا يتمشى، مر من يم أبو الأسواق سلم عليه قال له وصلن الفلوس؟ أبو الأسواق رد عليه قال له رحم الله والديك، سعد جاب لي 50,000 وشطبت كل الديون اللي عليكم. أبو سعد أخذ له صفنة وقال من هاي اللحظة عرفت أنه الفساد الإداري والمالي ضارب البيت من البتلو للسطح. ربات سالفتنا، أبو سعد راتب 400,000 وأهله اختلسوا منه 50,000، فشلون بالشعب اللي يدوح اختلس ملياراته وخمط خيراته وما شفنا أي شيء من إنجازاته، عايف أمه وخواته ويشتغل لحبيباته، والفقير لم جوالاته، والقادم أفضل مو أفضل ما ندري. الله يعيننا ويعينكم وبسلامتكم.